السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على فوائد البيم، وإن شاء الله تلاقوا أكتر من فايدة بإذن الله. معاكم عمر سليم، مؤسس بيم أريبيا، وشرحت موضوع البيم وموضوع برامج البيم والحاجات دي تقريبا في أكتر من 5000 فيديو. الموضوع شيق، إن هو حصل تغيير كبير جدا في صناعة البناء زي ما هنشوف مع بعض. طيب، ممكن حد يقول يعني أيام زمان كانوا بيبنوا من غير بيم، وبيبنوا من غير إدارة، وبيبنوا من غير كل الحاجات المستحدثة دي، وبيعملوا حاجات عظيمة جدا زي موضوع الأهرامات أو المباني الرومانية أو حدائق بابل وهكذا. طيب، بداية هم كانوا بيبنوا نماذج مصغرة، يعني برضو بيعمل بيم بس مش على الكمبيوتر، لأ جنب المبنى الكبير بيبني مباني صغيرة، وساعات المبنى الصغير ده بيتكلف نسبة كبيرة من تكلفة البناء، ممكن توصل لنص تكلفة المبنى، لأنه ممكن يعمل أكتر من نموذج وكل مرة تحصل فيه مشكلة ويحاول يحلها. زائد إن المباني القديمة ديت كانت غير محكومة بوقت ولا محكومة بفلوس، يعني الراجل بيقول لهم الميزانية مفتوحة معاكوا اصرفوا زي ما انتوا عايزين. لا، دلوقتي بيبقى الموضوع استثماري، فعايز يكسب، فعايز يربطك بتكلفة معينة، فلازم تحددوا التكلفة وتحاول ان انت تلتزم بيها، وغالبا ما بتلتزمش بيها. يعني ده مثلا بتاع بابل، برج بابل، اهو الملك هو ماشي وعمال بقى يسأل هتكلف قد ايه والوقت قد ايه والحاجات دي كلها، وفي فريق كامل عمال يحسب الموضوع دوت. دلوقتي اصبح من خلال البيم الموضوع اسهل وادق بكتير. ففترة طويلة جدا فضلوا يرسموا على الاحجار وعلى الورق وعلى الاساليب القديمه، وبعد كده حصل نقله ان هم بداوا يرسموا على الكاد، ونقل اكبر لما ينقل من الكاد للبيم. ده مثلا حاجه تقريبا من 3000 سنه موجوده في العراق، رسم للمسقط رأسي لمبنى من المباني. ده مثلا نموذج لكنيسه، مثلا الموديل دوت معمول سنه 1672 قبل ما يبنوا المبنى، عملوا الموديل دوت وبدات الناس كلها تتخيل شكل البناء قبل ما يتبني، وحتى الآن النموذج ده موجود جوه المدينة. البيم بقى بيديني إن أنا كل عنصر من دول بتعمل عليه سيلكت، تديك كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها. ممكن تشوف المبنى ده هو بيتبني في الفور دي، ممكن تعرف تكلفة كل جزء معين، فدي نقلة رهيبة جدا إن يعني أنت عندك معلومات كتيرة تساعدك على اتخاذ القرار. كان فترة طويلة شغالين بأسلوب الكاد، مفيش رابط بين الدور الأول معماري والدور التاني معماري إلا في خيالك أنت، في ذهنك أنت، الأوتوكاد معرفش إن دي فوق دي أو دي جنب دي، معرفش اصلا ان ده حيطه ولا عمود غير من خلال الليارات. انما في البيم لا، اهو كل حاجه موجوده، وانت الموديل بتدخل تاخد المعلومه اللي انت عايزها، في فرق كبير جدا. فاحنا عايزين نتكلم ايه هو البيم، لان كل واحد بيتخيله من وجهه نظره او من وجهه الحاجه اللي هو مركز عليها. ممكن واحد كل تركيزه على موضوع البلاننج، وواحد تركيزه على الكوست. فخلينا نقول ان في تطور رهيب في موضوع البناء، تمام. كل ده مرتبط بالبيم، يعني الهاند درافتنج دوت كان قبل لحد سنة 1982، بعد كده جه الكاد. وعلى فكرة أول نموذج للبيم كان تقريبا في حدود 1982، بس الأجهزة ما كانتش تستحمل، فعشان كده تأخر معرفتنا بالبيم وهكذا. فانت المفروض ان البيم اللي انت بتنمزجه هو اللي بيتنفذ في الواقع بدون اي تحريف خالص، هو مش سوفت وير. يعني ما حدش يقول لي البيم هو البرنامج كذا، لا هو مش برنامج، هو فكرة معينة. لو البرنامج بيعمل الفكرة دي خلاص يبقى البرنامج بتاعك بيم. هو في جزء كبير معتمد على التكنولوجيا، والجزء الأكبر معتمد على البروسيس. في ناس بتتبنى البيم بأن هو يسطب برنامج ويشتري أجهزة، لا، محتاج إن أنت بيبول يديروا البروسيس عشان ينتجوا الموضوع دوت. أنت محتاج تعين ناس تفهم فكرة البيم، مش بقولك ترفض كل الناس، بقولك تعين واحد أو اتنين أو تلاتة أيا كان العدد اللي يقدروا يديروا الناس. يعني لو انت كل الناس بتوع كيسه بيبتدوا في البيم، فلو وقفت قدامهم مشكله صغيره جدا ممكن الشغل كله يتعطل. ليه؟ لان هم مش عارفين تعمل ازاي. على سبيل المثال، مثلا عايز احط باب هنا في الكيرتن وول، مش قادر، مش فاهم تيجي ازاي. يعني انا فاكر لما واجهتنا مشاكل زي كده، والكلام ده كان قبل وجود اليوتيوب سنه 2007، فكانت مساله عويصه مفيش شرح ليها لا بالعربي ولا بالانجليزي. دلوقتي في شرح، والافضل يكون معاك حد فاهم الفكره كلها. فكره البيم ان انت لو عملت سيلكت على اي عنصر تلاقي المعلومات. ما ينفعش ان انا احط حاجه شكل من غير معلومات، لا، لازم كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها احطها، تمام.
طيب البيم هو عبارة عن قاعدة بيانات رهيبة جدا، فيها كل المعلومات الخاصة بالمعماري والإنشائي والكهروميكانيكال والفاسيلتي مانجمنت، ومش مش تركيز على الأداء قد ما التركيز على الشغل نفسه. ممكن واحد يشتغل ببرنامج اكس وواحد تاني يشتغل ببرنامج واي، مش هيفرق. لو هو شغل بيم مظبوط وراح يشتغل ببرنامج تاني هيبقى الموضوع سهل جدا. انا كنت شغال في شركة كان البيم مانجر ما يعرفش اوتوكاد، ما يعرفش ريفت، وكان شغال برامج تانية، بس كانت الفكرة بسيطة. أول ما بيلاقي حاجة بيشوفها كانت بتعمل ازاي، يشوفها في البرنامج بتعمل ازاي ويشتغل بيها عادي، مفيهاش مشكلة خالص. المهم نبقى فاهمين فكرة الورك فلو. كنت لسه بعمل انترفيو لحد شغال بيم 10 10، كل حاجة بتعملها بتعرفش درونج، شغال بتعمل مع فريق. لما بدأت بقى ده الكلام ده كنت سايق العربية وقاعد جنبي فبكلمه يعني. طب تعرف الورك فلو؟ لا. طب تعرف الورك سيت لازمتها ايه؟ لا. كل واحد فينا شغال لوحده، يعني هو عامل مقسمين الموديل لكذا حاجه وكل واحد شغال موديل لوحده، ومش عارفين ازاي 5 6 يشتغلوا على الموديل في نفس الوقت. فده مش بيم يعني، لما انا اخد دور معين واعمله واحد تاني ياخد دور معين يعمله، فكده الشغل بيتقسم كده، خسرنا حاجات كتيره جدا. تمام. فهي الفكره كلها ان احنا نبقى فاهمين ازاي كلنا نشتغل مع بعض وازاي نتبادل معلومه مع بعض ومحدش فينا يضغط على بعض. طيب مين اللي بيستفاد من الشغل البيم؟ اول واحد الاونر بيستفاد كتير جدا، بيوفر له فلوس والشغل بيطلع في ميعاد، و البلانر الشغل اللي هو بيعمله 2 دي بيشوفه بشكل حلو جدا. الكوست كوانتيتي السبسيفيكيشن الفابريكيشن السب كونتراكتور، كل الاطراف المشروع بلا استثناء بيستفادوا من البيم. طيب خلينا نشوف الشكل دوت. ده جنوفا عجبه الشكل دوت لان هو كان المفروض يعمل حاجه في قطر، فعجبه الشكل دوت وقال انا اعمله متحف. احنا اول ما شفنا الحاجه دي قلنا الراجل ده بيهزر يعني، خلينا كلام بصراحه. واحد عايز يدخل مسابقه وينجح فيها وخلاص، ومش مهم ياخد الجايزه ومش مهم ان هو ينفذه، انما فعلا هتنفذ بشكل جميل جدا. انا في المتحف ده زرته كذا مره. تمام. ده متحف قطري، ده بيت حد من الامراء بتوع زمان، وعملوا بقى المبنى ده حواليه بالشكل دوت. المبنى ده زرته كتير يعني. ابني لما راح المتحف دوت عجبه لان في اجزاء معينه مسموح، اجزاء كتيره مسموح لك انك تلمسها ومسموح لك انك تلعب فيها، في جزء مخصص لالعاب الاطفال بتستمتع بيها. ففي دي الفكره ان انت تعمل المتحف تفاعلي والحاجات دي كلها، دي خارج موضوع البيم يعني، بس دي من ضمن الحاجات. ليه ما بيبقاش المتحف بتاعنا في التحف بتاعتنا مصانة ومحدش يلمسها، وفي نماذج صغيرة منها ان حد يقدر يلعب فيها، حد يقدر يلمسها، فيه جزء مخصص للعب الاطفال بحيث ان هو يبقى مستمتع لو قلت له تعالى زور المتحف ده تاني. ده اتعمل بالبيم، واتقال صراحة ما كانش المشروع ده هيتعمل من غير البيم، وما كانش هيتعمل من غير برنامج تكلا، لان كل قطعة ما ينفعش حتى مكان القطعة التانية، فلازم يبقى فيه جودة عالية في الفابريكيشن. فده مثلا حاجات، هي شغل معمول بالبيم، جودة الرندر عالية يعني. ناس كتير بتقول لي الرندر بتاع الريفت قليل، لا عالي جدا، بس احنا مش تركيزنا، هو مش مطلوب منه، بس هو لما بنطلب منه بيعمل لنا. موضوع الاناليسيس بيتعمل للمباني، الاستراكشر والميكانيكال واللايتنج والانرجي والكونستيك، وفي ان انت تسطب حاجات خاصة، تعمل تحليل للصوت والضوء والحاجات دي كلها، زائد ان انت ممكن تعمل الشغل كله على البيم وتصدره لاي برنامج من البرامج المتخصصه في كده، ما بيقولش لا. تقدر تعمل دراسه للضوء بشكل قوي جدا، تقدر بعد ما تعمل المبنى بتاعك تدي له اوردر يروح طابحه لك بالشكل دوت. ده مثلا المبنى ده بتاع نورمان فوستر، المبنى هو اللي عمل التصميم ده، بنك في الكويت طلب منه يعمل المبنى فعمله، وبعد كده الناس اللي معاه بدأوا يغيروا في البارامتر، فيغيروا رقم يطلع لهم شكل تاني، يغيروا شكل يتعمل تاني، وراحوا ادوا امر لطباعة البرنتر فطبع. فبعد كده حطوا نماذج كتيرة جدا، فالناس اللي جوه من الكويت شافوا النماذج كتيرة جدا واختاروا الشكل اللي هم عايزينه، وده فعلا الشكل اللي اتنفذ ليه المشروع ده. من ضمن المزايا الحلوة قوي في البيمة موضوع الكاش ديتكشن. المشكلة الكاشات اللي انت عارفها فين وتشوفها يعني، لو انت عملت كده خلاص انت قطعت 70% من الموضوع، 30% ان انت تحل المشكله، ودي سهله. مثلا اخر مشروع كنت اشتغلت فيه قبل ما نخش في موضوع البيم دوت كان معمول بالكاد، كان مشروع ضخم جدا يعني. فكنت تحل المشكله في الطرقه مثلا، وانت بتحل وبعد تخش على اوضه وانت بتحل حركت حاجه، الحركه اللي انت عملتها دي ضربت لك حاجه في الطرقه، بس انت مش هترجع تكشف على الطرقه تاني، لان الطرقه قعدت فيها اسبوع تقريبا عشان تحل المشاكل وعشان تخيل السكاشن وعشان تخيل الشغل، فكان حاجة صعبة جدا يعني.
تدوس على الزرار يجيب لك الكلاشات، وسهل جدا ان احنا نشتغل مع بعض حتى لو احنا شغالين في قارات مختلفة. نقدر نشتغل من خلال النت، ونقدر ان احنا نتواصل المعلومات، ونقدر نشارك المعلومات دي مع بقية الأقسام. ودرجة تقدير الكوانتيك اوف ده كان عالي جدا، تمام، يعني اكتر بكتير من الشغل العادي ان انت تقعد تحسبها وتاخد وقت كتير جدا. بينما البيم ما بياخدش وقت نهائي خالص في الحسابات، هي الجداول بنحطها اصلا قبل ما نبدا شغل، بنحطها في التمبليت، فانت عندك الوقت بقى زيرو، وقت حل الوقت ان انت تعرف الحاجه ايه الحصر قد ايه. احنا ساعات كنا بنقعد اسبوعين نحصر في فندق مثلا حاجه زي كده، ولو عملنا تعديلات احصر تاني خد لك اسبوعين كمان في الحصر، الجداول تبقى جاهزه والحصر يطلع لك اوتوماتيك. زائد ان هو مهم جدا في موضوع الاستدامه، ناس كتير مهتمه بالاستدامه، هو قوي جدا في موضوع الاستدامه، قوي جدا في الفاسيلتي مانجمنت، وكل نقطه من دول احنا اتكلمنا عنها في فيديوهات مستقله على بيم اريبيا. طيب في برضه موضوع الاستدامه، الموضوع الليد اللي هو في امريكا ودول كتير بتتابعه، البريم اللي هو في بريطانيا وفي دول كتير بتتابعه، جي ساس اللي هو في قطر، عندنا في مصر الهرم الاخضر. الهرم الاخضر في مصر يعني بيدي نقطتين لو انت استعملت بيم، وثلاث نقط لو استعملت بيم في الاستدامه، واربع نقط لو استخدمت البيم مع الفاسيلتي مانجمنت. فده يعتبر كود الوحيد للاستدامه اللي فعلا اعطى البيم حقه واداله نقط كويسه جدا. موضوع الاستدامه احنا بنركز طبعا على شكل المبنى هيلف هو موجود فين، وبنركز على موضوع التهويه، بنركز على موضوع الثيرمال كونفورت والحاجات ديت. فدي مزايا البيم، ان هو بيقدر يحسب الحاجات ديت ويقول لي لو انت عدلت كده خلاص التعديل اثر قد ايه. طيب ده مثلا مشروع كنت اشتغلت فيه، ده مول قطر، وده كان حجمه كبير جدا، وكان معايا مهندس محمد مصلح، وكان معايا 2 هنود كمان، مورلي وواحد كمان. الفندق ده مثلا جنبينا، وحصل مشكلة فيه ان هو مكانش معمول بيم، وحصل في الاخر لقوا ان في ادوار فيها مشكلة كبيرة في موضوع الارتفاعات وحاجات زي كده. شغل الكهروميكانيكا لو اتعمل مظبوط زي ما المصمم عمله هنلاقي ان السيلينج هينزل جامد، فدي وقفت شغله وقعدنا نفكر في حلول ليها وحاجات زي كده. المول ده كان كبير، فاحنا قسمناه ل 18 زون بحيث ان كل زون فيها شغل بتاعها مستقل. ودي الفكرة، ان احنا كل حاجة بنفكر لها قبل ما نبدأ الشغل، مش نشتغل وبعد كده نلاقي الجهاز هنك، لا بنخطط لها من قبلها. وبتقدر تعمل فيرتشوال موك اب عشان تدرس الامكانيات البناء، وتركز على الموقع وتركز على طريقة الشغل وان ما يحصلش مشاكل. في من ضمن الحاجات في الإدارة اللي هو اللاست بلانر، احنا عايزين الناس كلها تفهم المشروع. طب عشان يفهم المشروع يبقى كل العمال لازم يشوف الحاجة دي قدامهم فيديو، فمن خلال البيم بنقدر نوريها لهم هتعمل ازاي، ونقدر نوري كل واحد الجزء اللي هو هيعمله هيبقى ايه في الآخر، ويبقى متصور شكل المبنى هيبقى ايه بعد ما نخلص. مش بنده واقول له حط له الطوبتين هنا، حط له 3 طوبات هنا، وهو مش عارف هو بيعمل ايه، لا بنخليه يخش معانا في الموضوع. برضه من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها برضه السايت نفسه، بنبدا نحدد المسارات بتاعت الطرق، الكلام ده كله بالبيم، الاماكن اللي هتخزن فيها الحاجات، المكتب الفني هيبقى موجود فين، كل الحاجات دي بنبدا نخطط لها ونعمل بروجكت بلاننج للحاجات. الكرين نفسه هيبقى معمول ازاي، السيفتي مانجمنت لو احنا افترضنا ان شخص مثلا ماشي ما فيش فتحة موجودة يقع فيها، نبدأ نعمل سيموليشن ونعملها على الكمبيوتر، فمش بنضحي بإنسان ولا حاجة، ده احنا بنحط حلول بحيث إن محدش يقع. وبنعمل إدارة للفول بروتكشن، نمنع ناس من السقوط، الكرين مانجمنت، إمرجنسي ريسبونس بلان، بنبدأ نشوف الناس حاجات 3 دي ويتعاملوا معاها إزاي والحاجات دي كلها. حتى الحاجات اللي هي بتبقى شدات خشبية، حاجات اللي هي مؤقتة ديت برضه بنحطها في البيم، ونبدأ نحط لها ميعاد للبناء وميعاد للفك بتاعتها بحيث الناس تقدر تشوفها وتتخيلها، وهل هتبقى كفاية ولا مضطرين إن احنا نجيب سقالات خشبية إضافية. وبرضه التوتال ستيشن أو الليزر سكان بنقدر ناخد المعلومات ونقدر نستفاد منها، حتى الكرين الصغيرة اللي بتطير دي بنقدر تطير تقدر تجيب لنا المعلومات، وهي أوتوماتيك لما حاجات تتبني بترد معلومات تبنيها تحطها في الجزء بتاع الاكشوال بلاننج، بحيث ان كل همنا ان احنا نقلل الهدر في الوقت والهدر في الجهد والهدر في التكلفه، وما يحصلش اي مشاكل خالص، ونعرف نعمل اداره كامله للمبنى. ومن ضمن حاجات برضو البيم يقدر يعملها ان هو يعمل لك اوتو جنريت للشوب دروينج، التفاصيل مثلا زي التسليح والحاجات دي كلها انت تديله المبنى هو يبدا يحطها لك.
زائد ان انا ممكن اربطه بالاي ار بي، فلما اعوز حاجه يعني مثلا ايه انت محتاج حاجه في شهر 3، فهو يبدا يشوف المخازن هل موجوده ولا لا، ولو مش موجوده يبعت اوتوماتيك للسبلاير يقول له احنا عايزين الحاجه دي في الشهر الفلاني والحاجات دي كلها. تمام، ده الفابريكيشن، ان انت قبل يعني بدل ما تبني حاجه في الموقع، لا انت ممكن تخلي المصنع يديها ويبعتها لك وتبدا تركبها مع بعض، سواء الحوائط سواء الحاجات التكييف التقطيعات. كنت شغال في شركه وبديهم كورس في موضوع الريفت والحاجات ديت، كانوا بعت حاجات للمصنع يصنع حاجات، تروح تنزل للموقع يلاقي الحاجات كلها بنسبه 100% غلط اكبر او اصغر، ويضطر ان هو يقطع ويرمي في قلب الموقع، لما عملناها 100% صح. تمام، انا ما كنتش متخيل النسبه بدرجه سوء من 100% للعكس تماما، بس ده الورق اللي جالنا من الموقع. موضوع الاسبلت برضه بيبقى قريب جدا من شغل الشوب دروينج، يعني التعديلات بتبقى قليله جدا. التايم سكادول اند كوست كنترول، بنقدر نتحقق ونقدر نقلل الهدر. طبعا ده انا مش بتكلم على الناس لسه بتتدرب على البيم، انا بتدرب على الناس، بتكلم على الناس شغاله زيها زي الناس اللي شغاله في الاوتوكاد. يعني المقارنه بتبقى صحيحه لما بنقارن بناس شغاله بقى لها مثلا 5 سنين وناس بقى لها 5 سنين، على اساس نكون صادقين برضو. تمام، يعني هو مش سحري. هو حصل موقف طريف كده، ان انا كنت رايح شركه واول يوم، ويعني ايه لسه ما خدتش ما استلمتش الشغل، ولسه قابل المدير قبل ما ابدا شغل، فشغلت فيديو تعليمي كده لفكره الريفت بيشتغل ازاي والحاجات دي، شرح يعني، وقاعد على الكمبيوتر. وبعد كده المدير نزل، فانا دخلت والناس عماله تبص على الكمبيوتر ما بتعرفش ايه البيم وايه عمر وايه الحاجات اللي هو بيتكلم فيها ديت، الراجل ده متخلف ولا نصاب ولا ايه، اللي هو مش شايف الحاجات بتتحرك وكده. خرجت لقيتهم كلهم مجمعين على الجهاز واستنتجوا ان البيم بيشغل لوحده، يعني البيم انت بتسطبه وتدي له اوامر، وبعد كده تروح تتغدى وتفطر وتيجي تلاقيه خلص الشغل. طبعا الكلام ده مش سليم، هي الفكره انا كنت الناس خدت فكره اسطوريه عن انا ما يعني بحاول ان انا ما اهدرش وقت، ممكن يعني اعترف بهدر وقت، بس يعني في اي وقت يعني انا اغلب الوقت اللي اتعلمت فيه كان وقت البريك، يعني بدل ما بروح اتغدى لا بطلب حاجه واكلها وانا بتفرج على الفيديو، وده اكتر وقت انا استفدت منه اتعلمت منه الصراحه يعني. طيب هنا البيم بيفيدني ان هو كواليتي والتاثير والوقت، يعني بيوفر في كل حاجه، فلذلك بتلاقي الاونر اهم حاجه بالنسبه له ان هو يوفر فلوس، فما دام وفرت له فلوس هيبقى كويس جدا. يعني هو قبل البيم كان عنده مشاكل لان هو مش راضي عن الشغل، وان الشغل فيه ريورك كتير. في البيم انا بخليه يشوف الحاجه، بيلبس نظاره بتاعت فيرتشوال رياليتي وتتخيل شكل المبنى، بحيث لو عنده اي تعديلات يقولها لي قبل ما نشتري وقبل ما نبني، وبدل ما نبني ونهد لا هو ممكن يهد لي حاجات على الكمبيوتر مش هيكلفني حاجه. فاصبح يعني الاحصائيات بتقول ان الرضا بتاع المالك اصبح اكتر بكتير لما استخدمنا موضوع البيم، واصبح في ثقه اكتر، اصبح في تقليل الهدر بتاع الوقت وحاجات زي كده. فكل الاحصائيات بتقول ان استخدام البيم اثر تاثير جيد للناس اللي عرفت تعمل بيم امبلمنتيشن، مش الناس اللي اشترت برنامج وقالت لك يلا نطبق لا. طب ليه المشكله ان الكاد كله راح لوحديها مفيش ربط بينهم؟ هنا لا هو موديل، وانت ممكن تشوفه 3 دي او تاخد فيه قطاع راسي او افقي اللي هو البلانات، وتلاقي كله مرتبط ببعض. تمام، فبتلاقي الموضوع اقوى بكتير. طيب من ضمن الاستفادات ان لو عندي اي مشكله بنحلها هنا، لان هنا سهل الحل، ما ينفعش تيجي في وسط الحاجات اللي انت اشتريت وشغال والموقع شغال وتعمل تعديل. تمام، ده الطريقه التقليديه، فالقدره على التعديل في الطريقه التقليديه صعبه جدا، التكلفه التعديل بتبقى كبيره. في البيم لا، نقلنا المشكله لقدام، فبقى سهل جدا ان انا اعدل، سهل جدا التاثيرات اقل وهكذا. طيب من ضمن برضو الحاجات التفصيله زي دي، لو انت عملتها بال2 دي مش هتفهم حاجه. مره كان عندنا رامب، لقيت المدير بيقول لي خد قطاع كل متر على اساس ان انا ادخل شكل المبنى، فبقول له طب ما انا ممكن الرامب ده اوريك 3 دي. فلما شايف ان هو 3 دي اتخيل المبنى اكتر وتخيل الرامب اكتر بشكل قوي جدا. تمام، طيب من ضمن المزايا بتاعت البيم ان اي تعديل في اي مكان بيتعدل في كل الاماكن التانية، يتعدل في السكادوا في السكشن في البلان في كل حتة، وفي قدرة كاملة جدا على ان احنا كلنا شغالين مع بعض وكلنا متخيلين. تخيل ان في بعض المشاريع المشروع خلص
والميكانيكا والكهرباء بيفهموا، بيبتدوا يفهموا المعمار عايز ايه. يعني هو ممكن يكون عامل حاجه غريبه فالناس مش متخيلها، فهو لا بيبقى كلنا شايفين حاجه وكلنا شغالين عليها بالشكل دوت، كلنا متحدين في نفس الحاجه وكلنا بناخد نفس المعلومه، مش كل واحد شغال لوحده. مفيش حاجه اسمها ده بياخد المعلومه ده وما داش ده، لا كلنا الموديل موجود والمعلومه انت عايزها اتفضل خدها، محدش هيقول لك لا. كان زمان كل شويه في ار اف اي كتير، فدلوقتي لا مش محتاج تبعت ار اف اي، انت معاك الموديل وخش هات المعلومه اللي انت عايزها. لو بتبعت ار اف اي المفروض الرد عليك يوصل بسرعه جدا، لان هو بيبص على الموديل ويطلع المعلومه، مش بنستنى 21 يوم والحاجات دي كلها. حتى بين المقاول والمكتب او الديزاين بيشوف الحاجه بيرفعها له ساعتها، وكل ده من خلال التابلت مفجيله ويبدا يشوف المعلومه ويبدا يبعتها له. فالديزاين والكونستراكشن والاوبريشن مرتبطين ببعض، هو نفس الموديل، مفيش معلومات بتضيع لما بننقل من مكان لمكان، وبيقلل لي الويست. يعني كفايه الموبايل فابريكيشن ده بيقلل لي هدر كتير جدا. تمام، فهنا بتعامل مع ملفات، لا هنا بتعامل مع داتا ومع انفورميشن. هنا في ليمتد التواصل مع الديزاين تيم، لا هنا كل الناس الموجوده في الموقع يعني كل الناس بتستفاد هنا. فالموضوع يعني مزايا كتير جدا، والعيوب قليله، هي ما تعتبرش عيوب، هي تعتبر قيود، يعني حاجه لغايه دلوقتي مش يقدر ما بيحلهاش. تمام، زي مثلا ما فيش فلوس، يعني هو بيقدر يقول لي الفلوس اللي معاك دي هتكفيك لحد شهر كام، طب اقدر انا ما اقدرش اصرف الفلوس، ما مش هقدر اعمل حاجه. تمام، هي دي الفكره. هنا عندي قدره كبيره على التنبؤ ان في الفلوس هتكفيني لحد امتى، ان في مشاكل هتحصل في الوقت الفلاني وهكذا. تمام، ف بيوفر لي الوقت في مرحله الديزاين، في مرحله الكونستراكشن، في مرحله المانجمنت، وفي مرحله الاوبريشن، وكل الحاجات ديت. بكل مرحله من المراحل بيبقى فيه امكانيه اكتر على اداره المشروع، وان انا استفاد منها، وان انا يبقى عندي تخيل اكتر للمشروع. يعني حتى لو انت بتهدي المبنى بتستفاد من موديل البيم، ان انت تشوف ايه الاعمده اللي انت لو اثرت عليها هتاثر على المبنى. تمام، فاحنا لما شفنا المقارنات الرسميه مش مجرد كلام، يعني ممكن واحد يقول لك لا ده البيم احسن حاجه في الدنيا، لا من خلال الناس عملت مشروع وجابت ناس قويه في الجاد وناس قويه في البيم والتنافس بينهم، لقوا ان في وقت السكيماتيك ديزاين البيم وقت اقل، في ديزاين ديفلوبمنت الوقت اقل 50%، في موضوع التشيك اند كوردينيشن وفر لهم 91%، الوقت اللي كانوا بياخدوا 175 ساعه ده خد 15 ساعه بس. فالدوكيومنتيشن حتى كل حاجه فيها في الاسلوب التقليدي بنلاقي ان احنا في مرحله البلان بنعمل شغل حلو قوي، بس لما بنيجي نيجي على الديزاين بنخسر معلومات. مرحله الديزاين بنعمل شغل حلو قوي، لما بنيجي نخش في مرحله الكونستراكشن او البيل بنخسر معلومات، لما نخش في المانجمنت بنخسر برضه معلومات. في البيل هو نفس الموديل وبتطور فيه بحيث ان انت تبقى فيه كل المعلومات وما تخسرش حاجه خالص. موضوع سيفتي اتكلمنا فيه، الموديل تشيك تقدر تفحص تحط قواعد يفحصها، يقدر يفحصها. الكاد هو عنده ليارات، فهو مش قادر يفهم الفرق بين دي، فهو ما يقدرش يجيب لي كلاش بين حاجه وحاجه تانية. ال 3 دي موديل ده نموذج ليه فيجواليزيشن كوردينيشن، الكلاش ديتكتيف، ال 3 دي كلاش اناليسيس، الكلاشات تقدر تجيبها لي على طول، زي ان تقدر تعمل ووك ثرو تقدر تشوف شكل المشاكل اللي هتحصل ازاي. ال 5 دي الكوست استيميتنج بالشكل دوت، تقدر تعرف التكلفة هتبقى كام تقريبا في كل مرحلة، كل طبعا مرحلة بتكون عندك معلومات أكتر فيبقى أدق شوية. الكونستراكشن ستيل فابريكيشن، الديجيتال فابريكيشن بتبعت يجيب لك الحاجات تتركب على طول، مش بعد ما تركب تضطر إن أنت تقعد تقيس وتشيل وحاجات زي كده. اللايت أناليسيس بتحط النار ويبدأ يقول لك هتبقى شكل النار عاملة إزاي، حتى الإير فلو الهواء يبقى ماشي إزاي والسي إف دي هيبقى ماشي إزاي والحاجات ديت. الإمرجنسي حتى دلوقتي بقى يقول لك ايه انت موجود فين، ويبعت لك على الموبايل بتاعك مثلا في حاله حريق تمشي من يمين شمال تطلع فوق، كل واحد بيجيله رساله مختلفه حسب موقعه في المبنى من خلال الموضوع اللي احنا بنتحكم في البيم. السولار اناليسيس بتاع الشمس موجود، البيم مع الليد مع الاستدامه قوي جدا، الليد اختصار ليدرشيب ان انرجي اند انفايرمنتال ديزاين، بيبدأ يديك أدوات تساعدك في موضوع الاستدامة لو أنت مهتم بالاستدامة. في الفاسيلتي مانجمنت بيبدأ يديني أدوات تفيدني كتير جدا في إن أنا أقدر أدير المكان، فبتلاقي إن في إمبروف للكواليتي بتاعة المشروع 62% إمبروف،
بنقلل المشاكل والوقت والشينج اوردر، ودي من حسابات رسمية. فعشان كده البيم اصبح اجباري في دول كتيرة جدا جدا، زي بريطانيا، زي استراليا، زي كوريا الجنوبية، زي فنلندا، في الوطن العربي في دبي. والحمد لله في كود طلع في مصر نفتخر بأنه اتعمل، وناس أفاضل اللي أشرفوا عليه. هنا بيقول لك في أوروبا في 2014 قالوا إحنا لازم نشوف موضوع البيم دوت، فقالوا إن هو هيكون إجباري في 2016، ففعلا اشتغلوا عليه. في أمريكا، بس أمريكا إجباري لو أنت عايز تشتغل في مشروع حكومي، تقريبا يعني 80% من المشاريع مع الحكومة، تمام، سواء في مصر أو في الدول كلها يعني، لأن بتبقى مشاريع عملاقة وهي دي المشاريع اللي عليها التركيز. ففي امريكا مش مفيش كود امريكي، في اكواد امريكيه، كل منظمه من حقها انها تعمل كود خاص بيها عشان تنظم الشغل بتاعها. ده الورقه هي بتاعت حكومه دبي، ان هو المباني اللي تزيد عن 40 طابق لازم يبقى بيم، وبعد كده خلوها 20، المباني اللي تزيد مساحتها عن 300,000 قدم، وبعد كده المستشفيات والجامعات، ولو مكتب اجنبي. في قطر فيه اهتمام كتير جدا حقيقي بموضوع البيم، ومثلا في من ضمن الناس اللي كانوا مسؤولين عن البيم دكتور نشوان داوود، ودكتور بارس سكر شارك في التقييم، ودكتور محمد القاسم. وانا شرفت بان انا اكون معاهم في التيم كباحث مساعد في جامعه قطر. ففي اهتمام كبير جدا بموضوع البيم، ولو انت هتشتغل في مشروع تبع اشغال او تبع حاجه من الحاجات دي لازم تعمل مشروع بالبيم وباللين مانجمنت. وانا شرحت اللين مانجمنت قبل كده. فزي ما انت شايف الموضوع البيم اصبح حاجه اساسيه. انا ما ذكرتش الفوائد كلها، يعني في كتاب هحاول ابقى اوفره بيتكلم عن مزايا البيم، طبعا اكتر من كده كتير، انا بس بذكر ايه النبذات عشان نثير حماسكم. وصدقوني لو المحاضره دي كانت تفاعليه كانت هتلاقي كل واحد بيقول مزايا كتير اكتر من ما قلتها. يعني انا شخص عادي خالص متوسط المعرفه بالبيم، لا ده المعرفة الكاملة. في ناس أفضل مني كتير هيقولوا مزايا أكتر من دي بكتير، كل واحد بيركز على بعض المزايا. هو مثلا مفيد جدا مثلا في موضوع اللين مانجمنت والأجايل مانجمنت والفاليو انجينير والحاجات دي كتير جدا، تلاقي اعتماد تام على البيم فيها، لأن هو بيوفر لهم المعلومات المناسبة لاتخاذ القرار. شكر لكم، وأتمنى كل محاضرة أثارت حماسكم.